صباح الخير لكم مشاهدينا ببرنامج اليوم يلي بيطلع عليكم بحلقة جديدة فيها الكثير من الأخبار والكثير من المعلومات المفيدة. اليوم بالإضافة للجولة على أبرز تطورات الساعة على الساحة العربية والعالمية رح نتحدث عن على الرغم من مقاطعة سياستها لبلادها لكأس العالم على خلفية قضية محاولة تسميم عميل سابق، ميركل قد تحضر مباريات ضمن كأس العالم لكرة القدم في روسيا. المنتخبات المشاركة في كأس العالم تتوافد إلى روسيا وتبدأ أولى تدريباتها، ودراسة تحذر إنتاجية الموظفين ستنخفض خلال كأس العالم لكرة القدم 2018. مع اتجاه فرنسا لحظر الهواتف الخلوية في المدارس، ما هي الإجراءات التي ستتخذ لتنفيذ ذلك؟ هل يقطع الإرسال؟ هل تصادر الهواتف؟ وهل يمنع الأساتذة من حمل الهواتف؟ كلها أسئلة سأطرحها على ضيفتي في الاستوديو حليمة قاروط، مديرة إحدى المدارس بدبي. إذا كنتم من عشاق البطاطا انتبهوا على رشاقتكم. الواقع الافتراضي حل لتخفيف ألم المرضى في غرفة الطوارئ بإحدى مستشفيات باريس. والجيل الكروي الناشئ في الأردن يتطلع إلى العالمية. كل ما سبق وغيره تتابعونه معنا في حلقة اليوم، ومنذكر بإمكانية متابعتنا أيضا مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأخبار الآن فيسبوك وتويتر، وأيضا عبر قناتنا على اليوتيوب. نبدأ حلقتنا بالجولة على أبرز أخبار الساعة العربية والعالمية، حيث اختتمت القمة الرباعية حول الأردن في مكة المكرمة بالاتفاق على تقديم حزمة مساعدات اقتصادية إلى الأردن بقيمة 2.5 مليار دولار. وذكر البيان الختامي للقمة أن المساعدات تشمل وديعة في المصرف المركزي الأردني ودعما سنويا لميزانية الحكومة لمدة 5 سنوات، كذلك تتضمن ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن فضلا عن تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية في البلاد. تماشيا مع عام زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة، نجحت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية في تقديم العلاج المجاني لما يزيد عن 20,000 امرأة وطفل في القرى السودانية. وقالت مديرة الاتحاد النسائي العام نورة السويدي إن الحملة استقطبت أبرز الكوادر الطبية الشابة من الإمارات والسودان ومكنتها من العمل لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية بالاعتماد على عيادة متنقلة ومستشفيات متحركة تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية. تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بأن لا يلحق أي من بلديهما أذى أو ضرر بالبلد الآخر في التعامل مع ملف مياه النيل. وأكد الجانبان في مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة أنهما سيعملان على تعزيز الثقة بين بلديهما وشعبيهما، وسيواصلان الجهود المشتركة لتجاوز التحديات. أعلنت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والآثار في مصر إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير خلال مؤتمر صحفي أمس. ويضم مشروع المتحف مساحات استثمارية شاسعة تشمل مركزا للمؤتمرات يسع 1,000 شخص وصالة سينما حديثة ومطاعم مطلة على الإهرامات، بالإضافة إلى منطقة مفتوحة للمطاعم والكافيتريات ومحال تجارية ومكتبات. نحو 175,000 شخص شبكوا أيديهم مشكلين سلسلة بشرية بطول 2 كيلومتر تقريبا في منطقة الباسك في إسبانيا للمطالبة بإجراء استفتاء على استقلال المنطقة الإسبانية الشمالية بحسب ما أعلن المنظمون.
أعلنت شركة ياهو عزمها إيقاف خدمة التواصل والدردشة ياهو ماسنجر بعد مرور 20 عاما على إطلاقه، وأوصت المستخدمين بالتحول إلى تطبيق آخر يسمى سكويرال، كما منحتهم مهلة 6 أشهر للاحتفاظ بنسخ احتياطية لرسائلهم القديمة التي تحمل على الأرجح كثيرا من الذكريات. في الوقت الذي قررت فيه لندن مقاطعة أو برلين مقاطعة سياسية لكأس العالم على خلفية قضية محاولة تسميم عميل سابق، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأحد أنها يمكن أن تتوجه لحضور مباريات في روسيا. وصرحت ميركل في مقابلة مع القناة التلفزيونية العامة ARD أن الأمر ممكن وهو ليس مستبعد بالضرورة، مضيفة أن القرار يتوقف على جدول أعمالها. بالنسبة للمشجع الألماني هوبرت ويرت، فإن الرحلة على متن جرار عتيق الطراز من ألمانيا إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم يمكن أن تعد من بين أكثر الرحلات الفريدة من نوعها. Das Interessante ist, نتابع مع كأس العالم، حيث وصلت بعثة منتخب أستراليا إلى مدينة قازان الروسية اليوم للمشاركة في كأس العالم 2018، وذلك قبل 4 أيام على انطلاق المونديال. ويشارك المنتخب الأسترالي في المجموعة الثالثة إلى جانب فرنسا والبيرو والدنمارك، حيث ستخوض أستراليا مباراتها الأولى ضد فرنسا في 16 يونيو ضمن المونديال الذي سيستمر في 14 يونيو وحتى 15 يوليو. كما وصل المنتخب السعودي لكرة القدم مساء أول من أمس إلى مدينة سان بيترسبرغ مقر إقامته خلال مشاركته في مونديال 2018 الذي تستضيفه روسيا من 14 حتى 15 يوليو. وغادرت بعثة الأخضر السعودي المحطة الأخيرة من فترة الإعداد في ألمانيا عبر مطار مدينة كولن إلى روسيا للمشاركة في العرس العالمي.
الكويت. هذا وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أول تدريباته على استاد بيتروفسكي استعدادا لمواجهة روسيا في افتتاح كأس العالم 2018 التي ستقام الخميس. وحضرت جماهير سعودية كبيرة التدريب الأول للصقور الخضر، كان أغلبهم من الطلاب الذين يدرسون في روسيا. وتلعب السعودية في المجموعة الأولى بجوار روسيا وأوروغواي ومصر. وكان منتخب مصر قد وصل الأحد إلى العاصمة الشيشانية غروزني للمشاركة في كأس العالم روسيا 2018 للمرة الأولى بعد غياب 28 عاما، وبحضور نجمه الكبير محمد صلاح الذي يتعافى من إصابة بكتفه. ويستهل منتخب مصر مشاركته الثالثة في كأس العالم ضد أوروغواي الجمعة المقبل في إيكاترينبورغ، ثم يواجه روسيا المضيفة في 19 من يونيو الحالي في سان بيترسبورغ قبل إنهائه منافسات المجموعة الأولى بلقاء عربي أمام السعودية في 25 من يونيو في فولفوغراد. وبعد ساعات من وصوله أدى المنتخب المصري تدريبه الأول في غروزني إليها بمشاركة جميع اللاعبين عدا محمد صلاح الذي أدى بعض التدريبات العلاجية. وأقيم المران وسط حضور جماهيري كبير يتقدمهم رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الذي حرص على زيارة صلاح في الفندق واصطحابه إلى الملعب لتحية الجماهير. طائرة المنتخب المغربي لكرة القدم وصلت هي الأخرى إلى مقر إقامته في مدينة فارونيغ الروسية جنوب موسكو للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. وسبق للمغرب أن شاركت 4 مرات في بطولة كأس العالم سنوات 1970 و1986 و1994 و1998. ومع اقتراب انطلاق مباريات المونديال حقق وسم المونديال على قنوات بي أوت انتشارا واسعا في السعودية. نتابع بعض التغريدات. أشارت دراسة قامت بها شركة غلف تالنت الشركة المتخصصة في التوظيف الإلكتروني والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها إلى أن إنتاجية الشركات في الشرق الأوسط ستتأثر سلبا خلال شهري يونيو ويوليو هذا العام بسبب مشاهدة الموظفين لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2018. ومع اقتراب انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا استضافت محطة ميزدونارودنايا في مترو أنفاق سان بيترسبورغ أول مباراة من 4 مباريات تقرر إقامتها على مدى شهر، وتشمل أيضا مباراة على سطح فندق ومباراة على ظهر سفينة ومباراة على ملعب لكرة القدم. وتهدف هذه المباريات إلى الإشارة إلى أنه يمكن ممارسة اللعبة في أي مكان.
بحب ذكركم مشاهدينا أنه برنامج اليوم يبث مباشرة أيضا على صفحتي تويتر وفيسبوك وعلى قناتنا في موقع يوتيوب عبر الرابط التالي. بعد هاي الجولة الإخبارية نتوقف مع فاصل ونرجع لنبدأ أولى فقرات برنامجنا. أهلا فيكم مشاهدينا عن جديد. تتجه فرنسا لحظر الهواتف المحمولة في المدارس بموجب مشروع قانون، قال وزير التعليم إنه إجراء للتخلص من السموم لمواجهة التشتيت والتنمر داخل الفصول الدراسية. وقال وزير التعليم الفرنسي جون ميشيل بلانكير إن الهواتف المحمولة تقدم تكنولوجي، لكن لا يمكن أن تسيطر على الحياة، ولا يمكن إيجاد طريق في عالم من التكنولوجيا إذا لم يكن باستطاعة الناس القراءة والكتابة والحساب واحترام الآخرين والعمل في فريق واحد. تشاركني الحوار عن هذا الموضوع ضيفتي في الاستوديو الدكتورة حليمة قاروط، مديرة مدرسة في دبي. دكتورة حليمة صباح الخير لك. صباح النور. يعني شو رأيك بهالقرار بداية اللي عم يتبع في فرنسا حاليا؟ والله قرار قوي جدا أنا بعتبره. نحن لا شك عايشين بعصر التكنولوجي، ولكن في جزء من القرار اللي حضرتك هلأ ذكرتي اللي هو ما بتقدر التكنولوجيا تسيطر على الإنسان أو مهارات الإنسان. فعلا نحن بحاجة لاستخدام التكنولوجيا، ولكن لازم يكون في توازن بهذا الاستخدام، وإلا بيفلت الموضوع من تحكمنا أو السيطرة عليه، بتصير صعب كتير. فبعتقد القرار هيدا ناجم عن كتير مشاكل يمكن مرقوا فيها بمدارسهم أو بمجتمعهم، خلتهم يلجأوا لإصدار هيدا القرار اللي هو كتير مثل ما خبرتك يعتبر قوي جدا بهذا العصر أو بهذا الوقت اللي نحن فيه. طيب شو هي الإجراءات يعني اللي ممكن اتباعها لحتى السيطرة على موضوع الهواتف المحمولة، يعني بالنسبة لحضرتك كمديرة مدرسة؟ نعم، نحن لا شك بنعتبر التكنولوجيا هي جزء مهم ومكمل للعملية التعليمية، ولكن مثل ما ذكرت ليست هي الجزء الأساسي في العملية التعليمية. استخدامها لازم يكون في ترشيد استخدام. نحن مثلا في مدرستنا في بنشتري بروجرام بيقدر يخلينا نتحكم بوين بيدخل الطلاب، على أي مواقع أو على أي استخدامات بيستخدموها في الصفوف. دايما نحن في عنا ترشيد لاستخدام الموبايلز بالكلاسز، بيهمنا انه الطالب يستخدم ابلكيشنز معينة يقدر يتعلم فيها بطريقة مستقلة، ولكن الدخول على مواقع محظورة او اللهو والابتعاد عن هدف الدرس او الاهداف اللي هن عم يشتغلوا فيها بالصفوف، هيدا شيء مش مقبول. فمشان هيك بنقدر يكون عنا برامج بتوقف دخول الطلاب على أي أماكن أو مواقع إحنا ما بدنا إياها. يعني هالشي ما رح يكون له علاقة أبدا مثلا بقطع الواي فاي أو الداتا أو الإرسال حتى عن الهواتف، ولكن نخلي هالأشياء مفتوحة ولكن مع رقابة من ناحية الابليكيشنز أو المواقع حتى. طيب صحيح. إذا مثلا يعني لقيتوا مثلا طالب عم يستخدم الهاتف، شو هي الإجراءات اللي ممكن تكون متبعة ضد الطالب؟ يعني هل مثلا بمصادرة الهاتف أم أخذه لوقت معين؟ نعم، دفنت للمدارس لازم يكون في عندها مثل سياسة واضحة لاستخدام الموبايل أو الأجهزة الإلكترونية. هذه السياسة لما تكون موجودة بتوضح للطالب أنه إذا خرقها شو بيكون العاقبة للموضوع، مش بس العقوبة، يعني هي مثل نتيجة وليست فقط عقاب. دفنت اللي نحن بنحكي مع الطالب، في متابعة. نعم من صادر التليفون أحيانا، من صادر السمارت فون، وما بيرجع إلا بوجود ولي الأمر لنشرح المخالفة كيف تميت، وبيصير في تعهد أنه حيستخدم الطالب هذا التليفون فقط في الطريقة اللي هي مطلوبة وفقط في الأوقات اللي هي مسموح لاستخدامه، لأنه نحن ما بنفتح استخدام التليفون كل الوقت وما بنفتح استخدامه بأي طريقة، فلازم يكون في ضوابط محددة، منها الرقابة على الموضوع ومنها البوليسي اللي بتحدد متى وكيف بيستخدم الطالب التليفون. طيب دكتورة حليمة، هل يمنع الأساتذة من حمل الهواتف أيضا؟ لا أكيد، لا الأساتذة ما يمنع منهم حمل الموبايل، ولكن
كمان بنطلب منهم انهم ما يستخدموا الموبايل لاغراض خاصه في وقت وجودهم مع الطلاب، لانه هون في بصير بيدخل عنصر امن وسلامه الطلاب. يعني فور اكزامبل اذا معلمه في الصف وهي عم تشتغل على تليفونها الخاص، ممكن هي تغفل عن اي طالب لا سمح الله يصير في مشكله في الصف. فنحن بنعتبر امن وسلامه الطلاب تاتي في المقام الاول، الاهتمام بتعليمهم هي دائما في المقام الثاني. فاستخدام الموبايل لاغراض خاصه نحن ما بنقبل فيه، ولكن استخدام الموبايل لمتابعه ابلكيشن عم يشتغلوا عليه الطلاب اتس اوكي. استخدام الموبايل لناخذ سامبلز اوف فيديوز او صور عن اعمال الطلاب او مدى تفاعلهم في الحصه، هذا كمان مطلوب. لناخذ ايفيدنس على تقدم الطالب في تعليمه كمان، هذا ما عندنا مشكله فيه. ولكن استخدام الموبايل لاغراض شخصيه خلال وقت العمل، خاصه خلال وجود المدرس مع الطلاب، هو أمر أكيد نحن ما بنقبل فيه. أكيد، وخصوصا يعني أنه المعلم مفروض أنه هو يكون طبعا قدوة للطالب اللي عم يدرسه، ووجود الموبايل بإيده كل الوقت ممكن يوصل نوع من الرسالة المغلوطة، ويكون تركيز التيتشر المعلم على الطالب مش تركيزه على أمور خاصة في الموبايل اللي له. صحيح. طيب نصائحك للأهل، لأنه أكيد لازم يكون في كنترول مو بس بالمدرسة، يمكن بالبيت حول هذا الموضوع، لأنه يمكن الواحد ما كتير بيستفيد إذا مثلا حضر استخدام الموبايل بالمدارس، ولكن بالبيت مثلا كان الطفل على الموبايل أو على الآيباد أو أي شيء يعني مدة طويلة من الوقت، فيمكن كمان لازم الأهل يعملوا كنترول. شو نصائحك؟ صحيح، نحن دايما بنوصل الأهل بكمان ترشيد استخدام الأجهزة الإلكترونية بالبيت. مثل ما نحن بنعطي المقام الأول لتعليم الطالب، نحن بننصح الأهالي دايما أنه يكون الموبايل أو الآيباد إذا عم يستخدموا الطلاب للدرس it's okay، بس مشان الجيمز والميديا وهالقصص يكون فيها رقابة من الأهل. بلس كمان في سوفتويرز بيقدروا الأهل يحطوها عندهم في البيت لتخلي أو تمنع أولادهم يفوتوا على مواقع هي أبدا مثلا مش مقبوله في العائلات او في حسب الكالتشرز تبع العائلات المختلفه. بنوصي نحن دائما بتحديد الوقت، يعني مثلا عند انتهاء من الدروس في بين النص ساعه والساعه يجلس الولد اذا صغير او يعني حسب عمره على امور خاصه مثلا مثل الفيسبوك او سيرش لإله خاص، ولكن يكون تحت رقابه الاهل. نحن كثير بنوصي انه الاهل يكونوا عارفين كيف اولادهم عم يستخدموا التكنولوجيا، لانها هي سيف ذو حدين، يعني هي بتفيد كتير وبتخلي الطالب يكون عنده اطلاع كبير على العالم من حوله، ولكن بنفس الوقت ممكن يكون عم بيفوت على مواقع او عم يطلع على امور هي مش مناسبه لا لعمره ولا للكلتشر اللي هو فيه. بنعمل نحن كمان برامج توعيه للاهالي، بنعلمهم كيف يستخدموا نفس البرامج اللي نحن بنستخدمها في الصفوف وفي المدرسه ليقدروا يفيدوا اولادهم اكثر من الناحيه العلميه اكثر هيك. وبنبعت كمان مثلا امثله عن ويب سايتس بيقدروا الاهالي يدخلوا عليها، اشياء بيقدر تساعدهم تطور اداء اولادهم في البيت. يعني نحن بنحصر ترشيد ترشيد استخدام التكنولوجيا وتوجيهها للامور العلميه او اللي بتخدم المدرسه. نعم، دكتوره حليمه قاروط مديره مدرسه بدبي، شكرا جزيلا لك على هالمعلومات الحلوه اللي افدتينا. ثانك يو، شكرا لاستضافتكم. ثانك يو. إذا مشاهدينا، في موضوع آخر، حضرت دراسة حديثة من تناول كميات كبيرة من البطاطا المخبوزة لما لها من دور كبير في زيادة الوزن وبالتالي السمنة، وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر. واكتشف خبراء بريطانيون أن البطاطا المخبوزة تحتوي ما يعادل 19 قطعة من السكر، وهو ما يقرب من 3 أضعاف الكمية الموجودة في علبة كوكاكولا. يعتمد مستشفى سان جوزيف في باريس تطبيق وسيلة جديدة لصرف انتباه المرضى عن الألم الذين يشعرون أثناء علاجهم في غرفة الطوارئ عن طريق إدخالهم في عالم افتراضي، إذ بدأ المستشفى في استخدام هذه الوسيلة لمساعدة المرضى في الحصول على العلاج دون التعرض للضغط المعتاد.
Et on va activer la musique. Alors... يعلم أول معهد للأزياء الإسلامية في إندونيسيا تلاميذه مهارات التصميم والتسويق التقليدية لكن من منظور إسلامي، والتحق نحو 140 طالبا بالمعهد الجديد مع ارتفاع الطلب على الأزياء الإسلامية التي تشمل أغطية الرأس والأثواب الطويلة الفضفاضة للنساء والقمصان المزينة بنقوش للرجال. جولة قصيرة على الصحف العربية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا عن جديد، وصلنا الآن إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم، ونبدأ جولتنا الصحفية من صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت أبل تسمح باستخدام تطبيقات مستقلة مع أبل كار بلاي. أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل اعتزامها السماح لمستخدمي تطبيق أبل كار بلاي بالوصول إلى تطبيقات ملاحة مستقلة مثل جوجل مابس وويز، ويتيح برنامج كار بلاي للمستخدم الوصول إلى واجهة هاتفه الذكي من طراز آيفون الذي تنتجه أبل عبر شاشة لوحة إعدادات السيارة.
إلى صحيفة اليوم السابع المصرية والتي عنونت فيسبوك يعلن عن وظائف شاغرة للمهتمين بالصحافة. يتطلع فيسبوك لتوظيف متخصصين في مصداقية الأخبار لفحص المقالات الإخبارية وتحديد ما هو حقيقي وما هو مزيف، إذ نشرت الشركة قائمتين للوظائف، أحدهما لمتحدث باللغة العربية أو الإنجليزية عفوا، والآخر لمتحدث باللغة الإسبانية. وأطلقت الشركة على هذه الوظيفة اسم متخصص لنشر الأخبار، ويبحث فيسبوك عن توظيف أشخاص شغوفين بالصحافة يؤمنون بمهمة فيسبوك المتمثلة في جعل العالم أكثر اتصالا. وإلى صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت إنستغرام تسمح لك بإعادة نشر قصص أصدقائك. ميزة جديدة قادمة إلى جميع مستخدمي تطبيق مشاركة الصور والقصص إنستغرام، إذ سيتمكن المستخدمون من مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو المنشورة في قصص أصدقائهم في حال تمت الإشارة للمستخدم في مقطع القصة. وتهدف الميزة الجديدة إلى مساعدة المستخدمين على نشر لقطاتهم المميزة أثناء حدث ما في حال لم يتمكنوا من تصويرها بأنفسهم. وإلى صحيفة الحياة التي عنونت فيسبوك تؤكد أنها تتبادل البيانات مع شركات صينية. قالت شركة فيسبوك إنها ترتبط بعقود شراكة لتبادل البيانات مع 4 شركات صينية على الأقل، بينها هواوي ثالث أكبر منتج في العالم للهواتف المحمولة. وأثارت هذه العقود المخاوف من إمكانية الاطلاع على بيانات أصدقاء المستخدمين من دون موافقتهم الصريحة، إلى أن فيسبوك وقالت إن معرفة البيانات ستسمح لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي بالوصول إلى خصائص الحساب على الهواتف المحمولة. صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت السيارة الطائرة تتلقى طلبيات مسبقة. أعلنت شركة كيتي هوك الناشئة أن سيارة طائرة كهربائية صغيرة باتت متوفرة لإجراء تجارب عليها وتتلقى طلبيات الشراء في الولايات المتحدة. السيارة المصممة للتنقل فوق المياه على ارتفاع 3 أمتار كحد أقصى، مجهزة بقمرة قيادة تتسع لشخص واحد وبحوالي 10 مراوح، وهي تشبه الطائرات من دون طيار. مع اقتراب كأس العالم تتزاحم الأحداث الرياضية ويسود الحماس الأندية. الجيل الكروي الناشئ في الأردن يتابع الأحداث بشغف ويجد نفسه أكثر حماسة لملاقاة الكرة يوميا على أمل تحقيق أحلامه بالعالمية. المزيد في سياق التقرير التالي من عمان. هي الكرة حلم حياتي وقاعد بحقق لها، إن شاء الله أوصل للعالمية من وراها. اللي بيمتلك الكرة هاي ما بيوقف عن ممارستها، وهي كل إشي في الحياة. صافرة الحكم، الصوت الأحب اليوم إلى مهند أبو طه، اعتاد سماعه منذ أن بدأ لعبة كرة القدم وهو في الصفوف الابتدائية. نغم على وقعه يتولد الحماس للعبة قدر التاريخ لها أن تتسيد قلوب الملايين. يلا اطلع اطلع. الشغف اليومي لملاقاة كرة القدم على أرض الملعب يجدده لقاء المدربين والأصدقاء، والطموح بالوصول إلى العالمية يبقي شعلة الحماس في أوجها. ووسط هذا يجد مهند لنفسه مكانا بين مراكز اللعب. بفضل المهاجم عن الدفاع والخط الوسط والحارس المرمى، لأنه المهاجم هو اللي بيعمل فارق للفريق، هو اللي بيجيب أهداف لإله، بيجيب أهداف للفريق وبنجح الفريق. وزي مثلا محمد صلاح، هو اللي بيعمل فريق للفريق، هو بيعمل فارق للفريق وبيجيب أهداف وبيلعب مهاجم. أنا فبطلع أنا زيه وأحقق أحلامي زيه. سريع أنت على أرض الملعب؟ أنا سريع كيف سرعة محمد صلاح، زيك بدي أطلع مهاري زيه زي محمد صلاح. الحديث عن الفرق العالمية المفضلة بين مهند وأصدقائه يطول ويطول، ومع المتابعة الدقيقة للأحداث لا يتوانى عن تقييم لعبه وتطويره. بشجع ريال مدريد لأنه فيه نجوم عديدة، وأنا بطلع على النجوم هدول، أنا بتعلم منهم وكيف مهاريين بتعلم، وعلى السرعة
وعلى الشوط على المرمى والتسديد على المرمى وكيف كريستيانو رونالدو. أنا بتعلم منه كل شيء، وهو محمد صلاح والنجوم العديد هذول في ريال مدريد، وإن شاء الله حقق أحلامي زي هذول النجوم. وبين الشاشة وأرض الملعب يحاول اللاعب الناشئ إتقان فن المراوغة والمهارات الفردية والتعامل مع الخصم، ويجد عند المدربين خبرة تمكنه من فهم قوانين اللعبة. بنقدم للناشئين اللي بيجوا يعني بنضموا لمدرسة نادي الوحدات يعني تمارين مهارية مثل الإحساس والتوافق وخطط. احنا يعني بنشتغل في نادي الوحدات ضمن منهجية خطط وتدريبات مدروسة ومنهاج علمي وخططي، حتى اللاعب يتدرج من الفئات من المدرسة إلى الفئات سن 14، وكل منهاج له يعني نمط معين. ما فئة ال 14 بتختلف عن فئة ال 16، بيكون في قطاع، ما في فرق ما بين قطاع الشباب وقطاع الناشئين، بيكون المنهاج يختلف عن منهاج آخر. ومع تزيدة للكرة وارتقاء الحارس لصدها عن مرماه، متعة لا تنتهي، ممزوجة على ما يبدو برغبة البقاء في الملعب لآخر لحظة. الوصول إلى العالمية لم يكن يوما رهن زمان أو مكان، فالموهبة والإرادة والتدريب كفيلة بوضع اللاعبين على طريق النجومية. لأخبار الآن، لانا رياض، عمان. مسرح عرائس بالقاهرة يحيي حفلات أم كلثوم وفرقتها الموسيقية بعد هذا الفاصل. أهلا فيكم عن جديد، وصلنا وإياكم إلى حلقة جديدة من فقرتنا اليومية خطوة جريئة، واللي بتسلط الضوء على أفكار شبابية ناجحة لاقت رواجا لدى المستهلكين. واليوم مشروع جديد، تابعوا معنا. العمل خارج الوطن أصبح شائع كتير نظراً للأوضاع المالية الصعبة يلي بتواجهنا. ناوماني شركة هدفها تدعم المهاجر يلي عنده مشاكل مادية حتى ببلاد الهجرة من خلال تطبيق بأمن له كل شيء ما بتسمح فيه المصاريف العادية. My name's Ian Dillon and I'm co-founder of Now Money, a company I started with my co-founder Catherine 3 years ago when I arrived in the United Arab Emirates to live here full time. شو كانت الفكرة الأساسية وراء تأسيس Now Money؟ We realized out here in the Middle East that there's a certain level of income below which people can't open a bank account. So using some of the technology, the fintech innovations that we'd seen in Europe and in the West, we realized that actually we could use that technology to really solve a problem out here and, you know, benefit society and providing them with bank accounts and linking them into the financial system. يعني قطعت شيء بمرحلة أم بتجربة شخصية أثرت فيك وخلتك تفكر بهالفكرة، أو مجرد فكرة إنه إنشاء مؤسسة؟ Yeah, it was a combination of personal experience and business opportunity. I had been out here a few times with business, with my previous employment and with pleasure, as well as seeing a few people firsthand, you know, whether they be people working in restaurants or shops or taxi drivers. So the combination of these two things really made me realize the opportunity that Now Money had. هل مشروع Now Money مخصص فقط للأشخاص ذوي الراتب المحدود أو الدخل المحدود؟ Now Money is primarily for low-income migrant workers because they can't access traditional bank accounts. They don't meet the minimum salary requirements or minimum deposit requirements. So that's where the biggest need is for the Now Money product. It's not limited only to those people. We will be doing future releases and the products will be very relevant to people who earn middle or even slightly higher incomes. شو هي الشروط لحتى يقدر يستفيد الشخص أو العامل من شركتكم؟ At first they have to work for one of the corporates that we work with
And they have to earn less than around 5,000 dirhams per month. But then later on, we will allow anyone to sign up for a Now Money account. لكن كيف بيشتغل التطبيق عيان؟ So the user can sign up simply by scanning in their Emirates ID and their passport and taking an image of themselves for biometric security. Okay. And then once we have an account open, they can simply send money home by selecting send money, entering the amount they wish to send, the person they wish to send it to, and then clicking select and confirm. And then the money goes in real time to the recipient back in their home country. شو في غير options كمان موجودة بالapplication؟ The other options that they can do is that they can see all of the transactions they have made using their debit card in real time. Mm-hmm. They can also pay a bill and top up their mobile on the app. There are other functions that we are adding over the next few months. عيان مزاولة عمل تجاري مالي عبر الانترنت بده ثقة عالية، فكيف قادرين تقنعوا الناس لحتى تشترك معكم بالتطبيق؟ A lot of the expatriates that sign up for an Now Money account have actually been using mobile money for many years. For example, Paytm in India, M-Pesa is a very famous example from Kenya. So what this means is there is a level of trust and level of understanding already. What Now Money does additionally is builds in the latest security techniques, biometric security and the traditional usernames and pins and passwords. So really it is as secure, if not more secure, than some of the traditional account providers in the country already. وهل كنتوا بحاجة لرخصة لمزاولة هذا العمل؟ We operate with a license in the UAE as a payment services provider. That allows us to offer the services that we choose to our customer base. But we work with a number of other institutions in the ecosystem in the UAE, which includes partner banks and remittance providers. من بعد كل هالمراحل الصعبة اللي قطعتوا فيها، وين بتشوفوا الشركة بالمستقبل؟ بعد سنة، بعد خمس سنين، أو حتى عشر سنين؟ We see Now Money as becoming the financial institution for lower income expats in the GCC, which obviously includes the UAE, but also Saudi Arabia and Bahrain as well. عيان من وراء تجربتك الخاصة، كيف شو بتقدر تنصح لأشخاص اللي عندهم فكرة يبلشوا مؤسستهم الخاصة كمان بس بعدهم مترددين شوي؟ I would say my biggest piece of advice when you have an idea to start a business is really to understand your market really thoroughly, and part of that is understanding your competitors, what they do and what they don't do very well, and that really gives you a understanding of how you can improve and make sure that your solution is something that consumers really want and need. And I think the more research you can do before you actually start the business itself, the better position you've put yourself in to you know launch a successful. وشو كان السبب الأول لحتى تختاروا دبي لتبلشوا منها Now Money؟ The UAE had the biggest opportunity when we first started Now Money 3 years ago, and Dubai had a lot of the support that's required to start a company. So really, it was an obvious choice for us. عيان شو كانت أكثر التحديات أو الأوقات الصعبة اللي قطعت فيها أنت والكوفاوندر خلال تأسيسكم للشركة؟ The most difficult times we passed through were really the very early stages when 3 years ago in this region there really wasn't as much support for startups as there is now. Plus, we didn't really have any traction to go off, so you know it was very difficult to get people bought in, to raise investment, to do the simple things that you need to start a company. طب خبرنا كم قصة نجاح قطعتوا فيها لليوم. The best moments and success stories have very much been around seeing low-income migrant workers who previously have been excluded from the financial system and paying higher rates for simple financial products be provided with a Now Money account and be able to use it. And be provided with these services for the first time in the United Arab Emirates. Other small achievements have been winning the awards that we've won, and I think this really gets us the recognition and spreads the word about Now Money and the good things we're doing in this region. Thank you, Ayan, and good luck. Thank you very much. الغربة قرار صعب وتأمين الحياة المريحة خارج الوطن مهمة أصعب. Now Money تطبيق هدفه يكون حل مريح لأصحاب الدخل المحدود لتسهيل حياتهم المادية خارج وطنهم.
في الخميس الأول من كل شهر يحتفي مسرح الساقية للعرائس في القاهرة بتراث واحدة من أعظم وأشهر المغنيات العرب السيدة أم كلثوم، ويستخدم 10 فنانين متخصصين في تحريك العرائس أوركسترا من الدمى المتحركة لإعادة تمثيل أداء حفلات كوكب الشرق، ويجذب العرض جمهورا غفيرا حيث يحتشد العشرات كل شهر في المسرح لمشاهدة حفل أم كلثوم حيا من جديد. وهيك مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية برنامج اليوم. دائما بنذكركم بإمكانية الاطلاع على كل الأخبار يلي عرضناها ضمن البرنامج على موقع أخبار الآن www.akhbaralan.net. ترقبونا بيوم جديد ولقاء جديد غدا إن شاء الله. مع السلامة.